السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد مجدي، مدرس أمراض الباطنة والسكر والأوضة الصماء بالقصر العيني. إن شاء الله هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن أعراض مرضى السكر. هو أولا السكر طبعا مرض شائع الحدوث في مصر، ومصر ترتيبها من الدول العشر على العالم، تقريبا أول 10 دول على العالم في عدد مرضى السكر، والعدد ده بيتزايد كل مدى، لأن شيوع مرض السكر مرتبط بالسمنة، والسمنة برضو من الحاجات اللي عمالة تزيد في حدوثها في مصر، عشان كده السكر عمال بيزيد. بالنسبة لمرض السكر، مش لازم مريض السكر يكتشف عشان يكتشف إنه عنده سكر يبقى عنده أعراض بيحس بيها، لأن أول حاجة أول ارتفاع في أول ما بيحصل الارتفاع في السكر ممكن المريض ما يشتكيش من أي شكوى في الأول. عشان كده احنا دايما بنشجع الناس ان هم يدوروا اذا كان عندهم سكر ولا ما عندهمش سكر، خصوصا لما بيكون عندهم بعض العوامل الخطوره اللي تخليه عرضه اكتر من غيره ان هو يحصل له مرض السكر، زي مثلا عنده تاريخ مرضي في العيله مرض السكر، الوالد او الوالده عندهم سكر، عنده سمنه كتله جسمه اكتر من 30، فدي بتخليه عرضه اكتر ان هو يجيله سكر. لو ابتدى بقى لما يجي يشتكي من اعراض السكر، معناه كده زي مثلا دخول الحمام بول كثير، وفي بعض المرضى بيبتدوا يحسوا ان هم جسمهم بيخس، ده من ضمن الاعراض اللي ممكن تحصل، بس دي مش يعني لازم نلحق نكتشف السكر بدري، لان دوت بيأثر في خطة العلاج، لان مضاعفات السكر ممكن بتحصل من قبل ما يبتدي التشخيص بتاع السكر. تشخيص مرض السكر بيعتمد على اللي احنا بنعمل تحليل سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين. لازم السكر صايم ما يزيدش عن 100، يبقى 126 ده بقى مريض سكر. الطبيعي بيبقى الصايم اقل من 100. الفاتر بعديها بعد الاكل بساعتين عشان اشخص مرض السكر يبقى اعلى من 200، بس طبعا الطبيعي بيبقى اقل من 140. فاحنا لازم نكتشف الارقام، لازم نعمل تحاليل دوريه خصوصا بعد سن ال 45 سنه، كل 6 شهور لكل سنه، وده بيبقى تشيك اب سنوي لازم نعمله. لو المريض ابتدى يجيله اعراض زي مضاعفات مرض السكر، تاثير على الاعصاب، تنميل وحرقان او شكشكه، او نقص في الاحساس في القدمين، ده بدايه لمضاعفات السكر. لو في مشاكل في الشرايين بتاعت الاطراف القدم، وفي قرح او مشاكل في بطن الرجل وما بين الصوابع، ممكن يبقى في فطريات برضو، فدي ممكن ضمن الحاجات اللي تلفت نظر الواحد لو ما كانش عارف انه عنده سكر، وده مضاعف من مضاعفات السكر اللي هو عنده سكر. من ضمن الحاجات اللي بتأثر فيها الكلى، والكلى ممكن برضو ما يبقاش حاسس بحاجة لغاية لما لا قدر الله يوصل لأعراض فشل كلوي. فمن ضمن الحاجات اللي بنفحصها الفحص الدوري للمريض السكر، ان هو يشوف وظائف الكلى ويشوف في حاجة اسمها زلال في البول ولا ما فيش زلال في البول. والمضاعفات برضو مرض السكر اللي بتحصل غير الأعصاب وفي الكلى، مضاعفات في شبكية العين، وطبعا ممكن يحصل مياه بيضاء في العين، يعني عدسة العين تفقد لونها الشفاف الطبيعي وتبتدي تبقى لونها بيضاء، وده بيحصل في سن بدري عن الطبيعي. يعني في الطبيعي ممكن يحصل بعد 45 أو 50 سنة، ممكن في مريض السكر يحصل له بدري عن كده، فلازم يتابع دكتور الرمد ويبص يعمل فحص قاع عين. وساعات ما نكتشف بيجي لنا برضو تحويلات من دكاترة الرمد ان المريض عنده مشاكل في قاع العين وماشية مع سكر، فلازم يرجع للدكتور ويعمل تحاليل سكر صايم وفاطر والسكر التراكمي، من ضمن الحاجات اللي بنعملها برضو عشان نشخص السكر ويكون اعلى من 6.5. من ضمن المضاعفات اللي ممكن تحصل مشاكل في الشرايين، وممكن المريض يكون معرض ان هو يجي له جلطات في شرايين المخ وجلطات في شرايين القلب، فلازم برضو من الحاجات الفحص اللي بنعمله للمريض
نسأله عن مشاكل في الألم يعني بيجيله في الصدر مع المجهود، أو لو بيجيله ضعف أو تنميل في رجله أو في إيده على ناحية معينة، بيبقى معناها إن هو ابتدى يتأثر في شرايين المخ ومحتاج يعمل دوبلكس، ومحتاج طبعا يعمل تحاليل الكوليسترول في الدم. الكوليسترول بقى، ضبط الكوليسترول في الدم بقى من الحاجات اللي مرتبطة بمرض السكر، ومعظم مرضى السكر اللي هم من 45 سنة إلى 70 سنة اللي لازم هياخدوا دواء للكوليسترول. بس ساعات بنعمل تحليل الدم عشان نعرف المستوى بتاعه قد إيه، لو مرتفع ارتفاع شديد بياخد جرعة معينة، لو على حسب نسبة الكوليسترول بنبدأ بجرعات معينة وأني دواء للكوليسترول. وفي النهاية أتمنى لكم السلامة، وربنا يشفي كل مريض، وعايزين إن شاء الله يبقى في وعي بالسكر دايما عشان مضاعفاته الخطيرة لو الإنسان انتظم في علاج السكر وفي متابعته وعمل رياضة وحاول يخس بصورة لو وزنه زائد وأكل أكل صحي ويهتم بتغذية مرضى السكر، إن شاء الله يعني السكر بيبقى مرض بسيط وما يعملش مضاعفات للإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.